من أكثر الجوامع المعروفة والمحببة باللاذقية جامع الصليبة، وهو طبعاً أثري وجزء أساسي من تراث المدينة يلي تعود سكانها على صوت المؤذنين فيه خاصة برمضان. هذا الجامع، جامع الصليبة، عمره ما يقارب 300 عام، ونحن نعيش أجواء رمضان، أجواء المحبة والرحمة والمواساة، فهو شهر الخير والبركات على الخلق جميعا. لخصوص هذا المسجد ووقوعه في حي قديم، طبعا مظاهر المحبة والمودة تتبدأ أكثر في هذا الشهر المبارك بين المسلمين جميعا، خصوصا هنا في هذا الحي. يعني كثير من الناس يأتون من أحياء أخرى ليعيشوا الأجواء الرمضانية الحلوة المميزة. طبعا أهالي الحي يتهيئون لهذا الشهر المبارك قبيل قدومه بأيام. يعني أذكر منذ أن كنت صغيرا وأنا ابن هذا الحي، كان الحي ينظف بشكل كامل، وثم تنصب الزينات، وأثناء نصب الزينات هناك الأناشيد التي تمدح وتفرح باستقبال هذا الشهر العظيم. جامع الصليبة بنا أحمد الجلبي ابن حسن الشهير بابن قرباغة عام 1162 هجرية و 1749 ميلادي، يعني عم نحكي على مئات السنين على جامع أثري. منذ القدم كان له أهمية ووجود تاريخي بهيدي المنطقة. جامع كتلتين، كتلة حديثة وكتلة قديمة. طبعا أنا بهمني أنه أنا أحكي لكم على الكتلة الأثرية. الكتلة الحديثة اللي بنت بعدين هي كانت بالجهة الشمالية للجامع وتحتوي على سدة النساء، ولكن نحن بدنا نركز على القسم الأثري. طبعا نحن رح نلاحظ كمان الحرم مثل كل الجوامع الأثرية هي سماكة الجدران، اللي نحن عم نحكي أحيانا تتجاوز المترين. هي ميزة الحجر الموجودة بهالجوامع اللي هي بتعطيني برودة بالصيف ودفء بالشتاء، عم تعطي خصوصية للحجر عزل عن المحيط. هذا بالنسبة لي حرم الجامع. إذا بدنا نحكي كمان سريعا عن أهم بيميز جامع الصليبة الأثري، رح نحكي عن المداخل. طبعا أنا عندي مدخلين، مدخل غربي ومدخل شرقي، هن على استقامة واحدة، ولكن أنا بدي ركز على المدخل الغربي للجامع. المدخل الغربي للجامع رح نلاحظ عند المدخل هو في مصطبتين حجريتين. المصطبتين الحجريتين هن لهم سر، هن بدنا نلاحظ انه المدخل اصلا نحن داخلين هو عم بيميل بزاويه معينه، هو مانو افقي، هو عم بيميل بزاويه معينه. فانا لما بده يكون في منطقه وقت الزوال اللي هو وقت صلاه الظهر، رح نلاحظ انه المصطبه الشماليه عم تستتر بظل المصطبه الجنوبيه، وهيك عم بتشكل معي مزوله شمسيه عم بتحدد عندي وقت الظهيره. نحن هون جامع الصليبه اليوم الحمد لله من افضل جوامع البلد، ورواده كتير كتير، وخاصة برمضان. يعني برمضان كتير حتى أهل اللي موجودين برا الحارة بيجوا كل طول شهر رمضان على الجامع ليصلوا، والحمد لله رب العالمين أموره كويس الجامع. حتى في عنا برا يعني تفرج على زينة تعيته وكيف شغلاته، يعني عنا كتير موضوع اهتمام فيه، وجامعنا من أنظف جوامع المحافظة هاي، بنشكر الله فيها. وناس كتير فيه هون معتمدين على النظام، يعني من وقت صغار نحن هون ما بنتروض على الجامع. بالنسبة لتصميم حرم الجامع، فهو مسقوف من الداخل بأربع قباب نصف كروية مرتفعة، حملت على أقواس بترتكز أربعة منها على عمود دائري وسطي، وإله مدخلين متقابلين من الشرق والغرب، بالإضافة لمدخل سكن إمام الجامع وسدة النساء. أما عن المئذنة فهي مضلعة بحيط بمنتصفها سوار حجري.